طيب خلينا ننتقل لختام منافسات بطولة العالم للرماية اللي استضافتها مصر على ميادين مدينة مصر ألعاب الأولمبية. كان حدث كبير جدا في العاصمة الإدارية الجديدة، ده طبعا تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شملت بطولة العالم للرماية دي يعني بطولة الجائزة الكبرى وبطولة كمان أفريقيا هنا بمشاركة 350 راميا ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية. يعني طبعا بطولة كبيرة، برضو بطولة كبيرة جدا. وبنتكلم تاني بطولات زي كده لما بتقام على أرض مصر وبهذا الشكل وهذا التنظيم المحترم والمشهد اللي كلنا بنفخر بيه، أكيد بيبقى ليها دلالات تانية خالص. يعني مش بس فكرة أن أنت بتقيم يعني بطولة رياضية، لا، ليها شق تاني خالص اقتصادي وسياسي، وإثبات برضو لصورة السياحة في مصر عاملة إزاي. يعني الشكل العام كله يا كريم بيبقى ناجح طبعا. فدي حاجة لازم كلنا برضو بنفخر بيها، أو بطولات زي كده أن هي بتقام هنا. ونرجع نقول تاني السياحة الرياضية، خلينا نروح نتابع. ألف مبروك لينا، كل الشكر والتقدير للقيادة السياسية على اهتمامها ودعمها بالمنشآت الرياضية الكبيرة اللي بالشكل ده، قواتنا المسلحة اللي بانت وكمان معانا في كل التفاصيل، كل الشكر والتقدير. وطبعا الحكومة المصرية، الاتحاد المصري كمان للشوتينج في الحقيقة مع الوزارة، وطبعا الست اللواء حازم الجهد الكبير ان هو يقدر يستضيف ويجيب يعني البطولات وعلاقته الدولية، وده الحمد لله اللي احنا يعني بنعمله وبنبنيه، يكون في دايما كوادرنا موجودة في المؤسسات الدولية. الحمد لله ربنا وفقنا وخدنا فريق أول كأس العالم سينيور، حققت مركز رابع في بطولة كأس العالم، بطولة على أعلى مستوى. ميادين مش هعرف أوصف لك، يعني ما شفتهاش في العالم. لعبنا بطولات خارج الدولة في إيطاليا، ما فيش بالشكل اللي احنا شفناه. الناس كلها منبهرة بالميادين على أعلى مستوى. احنا لأول مرة عندنا 15 دولة، وبصفة خاصة ان احنا في مرحلة عالمية فيها كوفيد، وبالتالي كان متوقع يبقى أقل من كده كمان. ولأول مرة في التاريخ شاب باكستاني عايش في أمريكا 15 سنة بطل عالم، دخلت هتخش التاريخ. يعني نادي عملاق، نادي مش متكرر في أي ميدان في أي مكان في العالم. أنا سافرت تقريبا أوروبا كلها وأمريكا والأرجنتين، كان أعلى ميدان هو ميدان في الأرجنتين كفي لعبة الأطباق المروحية، كان 8 ميادين. إحنا عندنا 10 ميادين وشاملة جميع الرماية سواء الأولمبية أو الدولية، مش موجود ولا اعتقد اللي هو هيكون موجود. البطوله اكبر من رائعه ومستوى مرتفع جدا، الميادين رهيبه جدا من ناحيه امكانيات، احدث مكان، اكبر ميدان تقريبا مسجل دلوقتي في العالم، مش في اوروبا، في العالم كله، بشهاده رئيس الاتحاد الدولي وبشهد الجميع، كل أبطال أوروبا كانوا هنا منبهرين جدا. يعني حاجة عظمة عظمة. ورأي بطولة كانت جميلة جدا، من أول التنظيم طبعا للمكان رائع، الناس كلها انبهرت من المكان الرائع، جم تقريبا من 15 دولة تقريبا من كل العالم ورماة من كل العالم، وما صدقوش نفسهم انه في حاجة كده ممكن تحصل في مصر. يعني بصي التنظيم رائع، الناس كلها أشادت بالتنظيم طبعا، والأهم أن احنا مصر الحمد لله فوزنا بمراكز عديدة الحمد لله. منافسات كانت صعبة جدا، بنتكلم في عدد رماة من كل حتة في العالم وأبطال العالم، وعدد رماة أكتر من 300 رامي، بس الحمد لله مجهودات وتعب سنين، الحمد لله تعبنا وكنا بنتمرن كتير، وكنت كل يوم أروح التمرين قبل الشغل ومجهود كبير، والحقيقة لا ربنا وفقنا الحمد لله. طبعا نادي الرماية اللي في العاصمة في مدينة مصر، مدينة مصر للألعاب الأولمبية، ده مفيش مقارنة بينه بأي ميدان في العالم، لأنه محطوط أو مركب في أحسن ماكينات على مستوى العالم. الحاجة الثانية أنه الأكبر من عدد الميادين، يعني ميادين العالم 4-5، هنا 10 ميادين، وبالتالي القدرة الاستيعابية بتاعته أن يقدر تستضيف بطولة عالم، دي حاجة سهلة جدا وتقلل من الوقت، وخصوصا أن الماكينات أوتوماتيكية فمتاخدش وقت في تعبئة الأطباق فيها. We'll be right back.